قل هناك من بعض الدعاة من يقول بأن الشيخ الألباني وافق المرجئة في مسائل الكفر والإيمان، فهل هذا الكلام صحيح؟ الذي يحكم على العلامة الألباني رحمه الله تعالى أمثاله من العلماء والمشايخ، وما سمعنا أحدا من أهل العلم تكلم على الشيخ الألباني بمثل هذا الكلام الساقط. بل لما قيل لابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الألباني مرجئ غضب غضبا شديدا وقال هذا باطل، هذا لا يجوز، وهذا إمام من أئمة المسلمين. هذا كذب على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وليس مرجئا، ولم يتهمه أحد من أهل العلم بالإرجاء أبدا، بل هو على عقيدة السلف رحمه الله تبارك وتعالى.